السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات وتدابير لك سيدتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. البنات غبت عليكم مدة اسبوع، كانت عندي تحضيرات عرس اختي. كما قلت لكم خطيفات، كنت نوجد لها في البقلاوة. رحت لدارنا، درنا لي بريباراسيون تاع العرس، راكم تعرفوا كامل. الحمد لله فوتنا العرس، فات عرس هايل الحمد لله، ربي يهنيها وربي يهني يعني كل فتاة مقبلة على الزواج، هذا ما نتمناو. وكي رحت للدار جيت البارح في الليل والصباح، يعني نظفت وسيقت لقيتها في حالة الدار. خيكم تعرفوا الراجل كي يكون وحده في الدار كيفاه، جيت تخليها في حالة وجيت تلقاها في حالة أخرى. خلاص الحمد لله لقيتها في حالة، يعني الغبرة القش في حالة ليسانسيال. جيت فرزت وشيت الفراش، غسلت سيقت، الحمد لله دوكا الدار راهي بيان نظيفة. كنت رايحة ندير واحد الخلطة هكا الأرض بعد السياق، ويعني قلت علاش لا لا ما نشاركهاش معاكم. كيما راكم تشوفوا البنات، نحكم هنا قرعة تاع ما ولا قرعة تاع ايزيس كيما تحبوا، انا مفروض نديرها في قرعة تاع ما. اليوم ما عنديش، درتها في هذه برك. نحتاجو هنايا قليل من الملح. انا اذا درتي قرعة تاع الماء ديري فنجان تاع الملح، انا درت هنايا نص برك كما راكي تشوفي. نحتاجو نصف فنجان تاع خل، نحتاجو نصف فنجان تاع سانيبون اللي تحبوه، ونحتاجو شويه برك من الجافيل. هذه الطريقه الاولى. ونحتاجو الماء اكيد. دوكا واش نبداو نديرو؟ نحكمو هذا الملح تاعنا، نحطوه هنايا ونزيدو. البنات الكميات تقدروا يعني تزيدوا ولا تضاعفوا، ولا يعني في تزيدوا الكمية مثلا تاع حاجة على حساب حاجة كيما تحبوا. يعني درت هنايا الخل، ونزيد سانيبون النوع اللي تحبوه، الكمية اللي تحبوها. بنات الخلطة هذه انا نخدمها هكا ونحطها اكوتي، مثلا نحب نعطر بها الدوش تاعي، نحب نديرها في التواليت اكرمكم الله. صديقة يعني متعددة الاستعمال. ندير هنا شويه برك من جافيل. هذه الخلطه البنات هنا بعد ما تكوني نظفتي دارك يعني وكملتي، انا درت هنا شويه برك جافيل. كيما قلت لكم تكوني نظفتي كلش وكملتي. رايحه ديري الخلطه هذه باش تعطري بها الارضيه نتاعك هكا. نحكم انا نكمل ندير فوقها شويه ماء. انا الكميه اللي درتها راهي قليله يعني تاع هاد لي برودوي، مش حنكثر بزاف الماء بهذه الطريقه. ونقفلها ونخلطها بيان سور، ونخدم بها. وكاينه طريقه اخرى البنات، هذه كنت نعتلكم من قبل، لي ديزودوريزون. هذا واش ندير بهم؟ تكون يا كي نظفتي دارك بيان سور ديري، يعني قلتها لكم يعني من قبل نديرو هذه في شويه ماء، ولا نديرو سانيبو مع شويه ماء ونعطر بها الارضيه كيما تحبوا. انا دي فوا ندير هذه ودي فوا ندير هذه، يعني سادي با كل مره كيفاه نبدل. يعني درك البنات رايحه نعيط لكم برك كيفاش نستعملها. كيما راكم تشوفوا اني راح نصور من هذه الزاويه، راح ندير لكم هذه البارتي باش تشوفوا كيفاش راح نخدم بها. باش ندير نحلها كيما تعرفوا هكا، ونحط ندير شويه برك هكا ونفوت هكا. نفوت بهذا الفروتوار اللي كنت نعتو لكم من قبل. شوفوا بهذه الطريقه، صدقوني ريحه الجافيل راهي تنعنع. حنا نسان نموتو على ريحه النظافه. كما تشميش ريحه الجافيل انت داخله وسانيبون، شغل راكي ما درتي والو. انا وحده من الناس كما نشمش ريحه الجافيل في الدار، تجيني هذيك الدار راهي مش نظيفه. دركا كي حطيتها صدقوني ريحه هايله. هذه ديروها كيما قلت لكم البنات، بعد ما تكوني سيقتي دارك ولا نشفتيها، ريحه تعطريها بهذه الخلطه، ريحه تبقى يعني دارك تفوح بريحه النقا، تجيك هايله.
شوفوا كيفاش بالمناسبه البنات، شوفوا في لادال دو سول هذه المنشفه كيفاش راهي تخلي الارض تلمع. شوفوا ان شاء الله البنات تكون نالت اعجابكم فكره تاع اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في افكار اخرى وفيديو جديد. مع السلامه.